وللحديث عن زيارة رئيس الحكومة إلى ديالى والمطالبات بتقديم المسؤولين عن المجازر والاغتيالات فيها إلى العدالة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياك الله دكتور حامد. حياكم الله عزيزي، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور حامد. يعني رئيس الحكومة محمد السوداني أخيرا ذهب إلى ديالى، ما قيمة هذه الزيارة ومؤشراتها بعد أكثر من أسبوعين على ارتكاب مجزرة التشايلة والعديد من عمليات الاغتيال في المحافظة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة لا قيمة لها، يعني لأنه مجرد تأدية ما يسمى واجب التعزية إذا ذهب طبعا، لأيضا ذر رماد في العيون وتخفيف حدة التوتر اللي موجودة، يعني باعتبار المسألة فعلا تحتاج إلى يعني التضامن والتعاطف مع أهالي الشهداء الضحايا المفجوعين، وبالتأكيد يعني أمام الرأي العام العراقي كمن يعني يمسك العصا من الوسط لا يقدم ولا يؤخر، من ناحية طبعا أيضا وظيفية الحقيقة، يعني وكرئيس وزراء لابد أن يؤدي هذا الدور، يعني دور الاستعراض أمام الكاميرات وأمام الصحافة والإعلام، يعني على شاكلة ما مر الحقيقة به العراق من مآسي ومن كوارث ومن فواجع الحقيقة راح ضحيتها آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من العراقيين منذ الاحتلال الغزو الغاشم إلى لغاية الآن. نعم. دكتور حامد، ما معنى أن يزور رئيس الوزراء محمد السوداني هذه المنطقة التي حصلت فيها الجريمة كما ذكرنا دون أن يقدم يعني ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة ويقدم أيضا المعتدين للعدالة؟ لأنه لا يملك هذه الخيوط التي يدعي أنها يعني ممكن الكشف عنها وضبط الوضع الأمني في ديالى خلال الأسبوعين القادمين، يعني أيضا رمي المسؤولية على عاتق الآخرين، وهذه الحقيقة هي ليست بجديد على رؤساء الوزارات أو حتى الوزراء الأمنيين والجيش والشرطة والأمن الوطني، لأنه هم هؤلاء يشكلون يعني كزعماء ميليشيات هم يشكلون الحكومة، فالحكومة وصار يعني خلط الحقيقة دمج ازدواجية بالمسؤوليات بين الميليشيات من جهة وبين الحكومة ومؤسسات ما يسمى بين قوسين دولة الحقيقة للأسف الشديد لا يحترموها بما يعني يدعو مجال للشك أيضا عند المواطنين أنه لا فائدة لا جدوى من حتى الزيارة. فلذلك بالفعل يعني ما قيمة الزيارة إن لم تؤخذ فعلا مستمسكات وخيوط هذه الجريمة. كان هناك سقف زمني للأجهزة الأمنية منحه السوداني وهو أسبوعين للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، ولكن ماذا إن ذهبت يعني ذهب الأسبوعان ولم تتكشف الخيوط؟ حالها حال الجرائم السابقة، يعني منذ حكومة الحكومات الأولى يعني المالكي دورتين، وشفنا أنه يعني القتل على الهوية كانت يعني على قدم وساق، كانت للأسف الشديد الجثث يعني جثث القتلى ترمى في شوارع بغداد والمحافظات، ومرت هذه الجرائم دون حسيب أو رقيب، دون فتح ملفات، شفنا سقوط محافظات بأكملها، يدخل الإرهاب الدولي المصطنع المفتعل من قبل أمريكا وإيران ومن ثم الدواعش والماعش وغيرها وقبلها الزرقاوي والقاعدة، يعني ثم اجت التصفية على الانتماء الطائفي، يعني القتل مثل ما قلت على هوية في حكومات تالية، يعني جر مسلسل من حكومة عادل عبد المهدي، وشفنا ايضا في حكومة عادل عبد المهدي 800 شهيد من ثوار تشرين و30 ألف جريح ومعوق ومصاب وعاجز عن العمل،
ماذا فعلت الحكومات؟ ماذا فعلت التقارير اللي قدمت؟ نفس الشيء حكومة الكاظمي اغتيل هشام الهاشمي الخبير الأمني، واغتيل عدد كبير أيضا من حتى من ثوار تشرين، ولوحقوا في عهد الكاظمي والعبادي قبلها، وهكذا المسلسل الحقيقي ده، وعليك للأسف الشديد اللي يدفع ثمنه هو الشعب العراقي. بما يتعلق دون أن بما يتعلق بحكومة السوداني، ما يجري؟ هل هو تقاعس أم هو تآمر؟ خاصة أن هناك تجاهل لشهادات ذوي الضحايا، شهادات توثق جرائم الميليشيات وتعلم الجنات الحقيقيين. هل ترجح أن يكون هناك تقاعسا أم تآمر؟ الحقيقة هناك تآمر وتقاعس في نفس الوقت، وهناك تستر، تستر تغطية طمطمة على الأساس يعني، وطبعا الأسلوب إذا شابه فمعناها أنه هناك يعني مخطط وراسم ومنفذ الجريمة هو واحد، زائد أن هناك مؤامرة، أنا لا أستبعد أيضا مؤامرة إقليمية ودولية تدخل فيها إيران ومؤسساتها الأمنية المخابراتية، وأيضا المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية، لخلط الأوراق، لخلق فوضى، لتفتيت النسيج الاجتماعي والصف الوطني العراقي. العراق مستهدف ليس اليوم والأمس، ليس منذ 20 عام، قبلها. لذلك هذه عملية مبرمجة، لا يمكن استبعاد كل الخيوط التي فعلا ثبتت أنه، لأنه مقتل على سبيل المثال مقتل الطبيب الاستشاري الجراح أحمد طلال المدفعي، هذه عملية لا تخلو من جريمة تصفية كفاءات عراقية، مثل ما كان بعد الغزو تصفية الضباط العراقيين، الأساتذة الجامعات، الاختصاصات والكفاءات، هذه كانت عملية مبرمجة ساهمت بها كل أجهزة المخابرات، إذا كان في المنطقة إقليميا وإذا كان دوليا، الموساد والسي آي إي والمخابرات الإيرانية، يعني انتقام مباشر من قبل هذه الدول الحقيقة من العراقيين، من كفاءاتهم، من ضباطهم الوطنيين. هذه العملية الحقيقة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نستبعدها من كون أنه تستهدف، تقصد بتفتيت وخلق الفوضى، تفتيت الصف الوطني العراقي والنسيج الاجتماعي. الحكومة عاجزة بأي شكل من الأشكال، ميليشيات تصول تجول، السلاح المنفلت أيضا يلعب دور. نعم. عصابات في هذا الصدد، يعني زيارة رئيس الحكومة إلى ديالى وحديثه لربما الإنشائي بالعموميات، يجب أن يكون هناك أمن، يجب أن تكون القوى الأمنية ماسكة للمنطقة، لم يتحدث عن السلاح المنفلت ولا عن وجود الميليشيات، وكأنها باتت أمر مسلم به ولا بد منه. برأيك لماذا يتجاهل رئيس الحكومة السوداني هذا الأمر؟ هذا سؤال وجيه جدا، أشكرك عليه، لأنه بالفعل هذه إحدى البنود الأساسية في البرنامج الحكومي اللي قدمه أمام مجلس النواب وتم التصويت عليه. هي قضيتين أساسيتين كانت، قضية القواعد الأمريكية، القواعد الأجنبية، إنهاء دورها، جلائها، وتفكيك الميليشيات، حل الميليشيات، والقضاء على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة. هذه البنود الأساسية من البرنامج الحكومي لم يفي به، لم يتوقف عده على ولو قيد لحظه مثل ما يقال. لذلك هو يعرف حق المعرفه انه الشعب العراقي يراقب، القوى الوطنيه تراقب، الكفاءات تراقب، ايضا اللي كانوا مشرفين عليه حتى مجلس النواب يجب ان يراقبه. يعني هو هذا التخاذل اللي موجود عند المؤسسات اللي الحقيقه تعتبر كلها تحت هيمنه الطغمه الفاسده التي تستاثر بالسلطه الان، انه هذه العمليه مثل ما اشرت الها في الفقره السابقه، الطمطمه والتستر على كل الجرائم من باب ايضا قضية المهمات التي يتحملها رئيس الوزراء ووزاراته الأمنية والعسكرية. لذلك أنا أقول هذا العمل عمل مبرمج الحقيقة، يستهدف فعلا النيل من المجتمع العراقي ومن النسيج الاجتماعي. شكرا ومن صف جزيلا لك الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.